هذا المجيء ديالنا اليوم امام مقر الولايه هو لسبب واحد، هو الاجتماع، هو طلبات الاجتماع اللي هي محطوطه في المكتب وفي الكتابه الخاصه ديال السيد الوالي اللي ما تجاوبش معاه منذ سنه 2020. يعني عطينا تحديدا من الجائحه 2020 قلنا ما كاين مشكل، 2021 قلنا راه كانت انفراجات، ولكن للاسف الابواب لا زالت موصاده، وهذا هو سبب الاحتجاج ديالنا وانتقاد ديالنا لهذه السياسه الممنهجه من طرف وفي شخص السيد والي جهه الدار البيضاء، استطاع عامل عماله الدار البيضاء تجاه المهنيين كفئه متضرره قطاع سياده الاجره، وهذا كنظن على انه ما غاديش يدينا للسبيل والطريق الصحيح. فكما كتعرفوا وكيعرفوا جميع المواطنين، المهني في قطاع سياده الاجره يعني اصبح بين امرين، اسلوب وسلوك الاداره، وكذلك طرقات اللي هي استولت عليها جميع الوسائل النقل، النقل الحضاري، الترامواي، ما بقاش لاقي فين يخدم، البيبان مسدوده، الاحكام كتصدر، قرارات احاديه ومجحفه في حق المهنيين في قطاع سياده الاجره كتصدر في حقه، وهذا لا يبشر بالخير، هذا ينبئ بانتفاضه قويه، وكنظن على انها غتكون وطنيه مدينه الدار البيضاء الى ما تمش فتح الباب امام المهنيين في قطاع سياده الاجره. اليوم جينا كنحتجوا على السيد الوالي اللي هو رافض طلب اللقاء ديال جميع الهيئات النقابيه بما فيها لجنه التنسيق الوطنيه وعده تنسيقات هنايا، لانهم رفض السيد الوالي اللقاء معهم. وحنا كنعرفوا بان قطاع سياده الاجره اليوم كيمر بالظروف اللي هي صعبه بما فيها الظروف ديال الغازوال، لان حنا كنعرفوا بان الغازوال طلع واحد الطلعه اللي هي فريده من نوعها، وفعلا نيت وحنا كنعرفوا الطلب ليس للسيد الوالي نطلبوا منه السيد الغازوال، ولكن هو كمسؤول في وزاره الداخليه بان باش يبلغ الرساله ديالو. هذه الاولى النقطه، وهذه النقطه اللي فاضل الكاس وهي الوكاله رفضت السيد الوالي رفض اي كلمه الوكاله رفضها، والوكاله يعني قانون مشرع به داخل التشريع الدوله المغربيه، وكنعرفوا بان مده هذه وناضلات لا وزاره الداخليه ولا القطاع الهيئات القطاعيه على هذا القرار ديال تجديد الاسطور. اليوم كنتفاجئوا ماشي اليوم، هذه مده ديال 3 أشهر او لا 4 أشهر كنتفاجئوا بان الوالي رافض حتى الامضاء على القرارات اللي هي باش نغيروا الاسطور ديالنا، وما كنطلبوا والو من الجهه، حنا قاعدين نسروا السيارات ديالنا والوالي كيرفض باش يسيني على القرارات، وحنا ما كنطلبوا والو، كنطلبوا الوالي يحل باب الحوار. كنتفاجئوا بان اللي كنا كنتشكوا منه من زمان وهم الناخبين او المنتخبين كانوا ما كيباشروش الحوارات مع القطاع النقل، اليوم المجلس المدينه حل باب الحوار والولايه رافضه الحوار.